يا حبيباتي بتاخدوا العقل، بس عن جد فاجأتوني، شو هالاستقبال؟ شي خرج مقامي. بدي من هالاستقبال دائما هاي. رح اتصل فيك. واخيرا عرفوا قدري وحسوا بقيمتي بهالشركة، وبستاهل اكتر من هيك. بشكرك يا ربي. هاي هاي. تشا انا اجيت. حتى هون كأني صرت بمدينة الاحلام. هاتي. سربرايز. نوران خانم بجلالتها، استاذة الاساتذة، ملكتنا الجميلة، قوية كالمقص، خارقة الاقمشة، اميرة الخيوط والتطريز، ملكة التصميم، مخترعة الموضة. بعد عني. معناتها كل هاي القصة من وراكي انتي؟ سامحيني، صرت شايفة 500 فستان، ولا واحد منهم فيه ابداع لمساتك وذوقة. ليكي بتساوي كل شي بدك اياه، بس لو سمحتي سامحيني. معناتها روحي هلا. ما حذرتي. لكن نوران انا هلا حامل، انا حامل وهرموناتي كلها طالعه، اصلا كان فيها هالقد فيتامينز بجسمي والبيبي اخذهم مني. رح اعمل كل شي بدك اياه، بس انتي سامحيني لو سمحتي بليز. تمام فهمنا، اسكتي بس مشان البيبي. روحي جيبي لي قهوتي، وبعدين بتجيبي المروحه وبتساوي لي مساج وبتروقيني. وبعد هذا كله بلكي 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 بصير بقدر فكر اني اعمل شي مشانك انصرفي. إذا بتسمحي لي رح أعلن إنه عيد ميلادي الثاني بيكون اليوم. ألي! جيبي لي القهوة على السريع. على فكرة رح تاخدوني بهي عبيتي مشان تعرفوا عقوبة.